مع أحد قادة فسائل الحراسة لمعتقل عيرائرو الذي يقبع به عددا من معارضي نظام أفورقي وعلى رأسهم مجموعة 15 الإصلاحية. وقد التجأ أيوب إلى إثيوبيا مطلع هذا العام وظل يعمل في مختلف مواقع الاعتقال بدءا من معتقل إمبات كلا ثم معتقل عيرائرو والذي عمل فيه من الفترة 5 يونيو 2003 إلى 6 يناير 2010. ولد أيوب بهتة في إحدى قرى الإقليم الجنوبي عام 1975 وأكمل دراسته الأولية هناك، والتحق بالجبهة الشعبية عام 1990 كما عمل كحارس لمعتقل إمبات كلا والذي كان مدرسة للعلوم الإدارية وحوله النظام القمعي إلى معتقل، وبعد ذلك تم نقله إلى معتقل عيرائرو على بعد 60 كيلومترا من مدينة جندع فيما يسمى بإقليم شمال البحر الأحمر. ويذكر أن سجن عيرائرو تحيطه الجبال ويعد من أكثر المناطق ارتفاعا في درجة الحرارة نهارا وأكثر برودة خلال الليل. وكانت المنطقة مكانا تتدرب فيه كوادر الثورة وموقعا للإمدادات والاتصالات قبل تحرير إريتريا. وقال أيوب بهتة بعد وصوله إلى الأراضي الإثيوبية أنه كان يعاني من وخز الضمير هو ورفاقه نتيجة العمل في ذلك المعتقل الذي كان يموت فيه المعتقلون واحدا تلو الآخر. وأضاف أيوب: خشينا على أنفسنا من اقتيال النظام لنا في أي وقت أو أن نحاسب من قبل أي نظام جديد يأتي في إريتريا بعد زوال تلك الحكومة التي تترنح بسوء أوضاعها عامة. وإليكم فيما يلي الجزء الأول من مضابط الحوار. راديو وقحتة، بداية حدثنا عن أوضاع معتقل عيرائرو. قامت بتحديث معتقل عيرائرو شركتي سجن وسنبل وهي شركات تابعة للنظام، وتم في هذا المعتقل بناء 60 غرفة في 3 مجموعات وكل غرفة تبلغ مساحتها 3×4 مترا بالإضافة إلى عدد من الكونتينرات. ما هو تعليقك على وضع المناضلين في غرف اعتقال لا تتجاوز سعتها 4×3 مترا وفي ظروف مناخية بالغة السوء؟ هذا عمل متعمد من قبل النظام، والهدف من وضع المعتقلين في غرف كهذه كي يصابوا بأمراض تؤدي إلى موتهم سريعا وفي وقت وجيز. كيف هي أوضاع المعتقلين من حيث الخدمات الصحية وغيرها؟ تقدم للمعتقلين مياه غير صحية وعدد 3 بطانيات لكل معتقل ليفرش بعدها على الأرض ويتغطى بالبعض الآخر، مما أصاب العديد منهم بالأمراض المزمنة وآلام الظهر إلى أن تعثرت حركة البعض. أما بالنسبة للخدمات الصحية، يوجد بالمعتقل ممرضان لا يملكون وسائل العلاج أو المختبرات ويصرفون الدواء للمرضى على تقديراتهم الشخصية. أما المرضى الذين يحتاجون إلى الأشعة والفحوصات الدقيقة لا يجدونها في المعتقل، مما جعل الكثيرين منهم يموتون تحت تأثيرات المرض وآلامه. أما الوجبات الغذائية التي تقدم للمعتقل عبارة عن وجبة الشيرو والعدس بالإضافة إلى الشاي والمياه غير الصحية. ومعتقل عيرائرو هو معتقل سري لا يعرفه إلا المسؤولين الكبار بالدولة والعاملين فيه، ولا يسمح لأحد زيارته، كما تحذر السلطات المواطنين من الاقتراب من تلك المنطقة المحيطة بالمعتقل. كذلك لا يسمح لزوي المعتقلين أو الحراس بزيارتهم، أو حتى لا يعرفون أين يعمل أبنائهم الحراس. كم يبلغ عدد المعتقلين بسجن عيرائرو؟ في البداية تم اعتقال 11 شخصا من مجموعة 15، تلا ذلك اعتقال 14 شخصا ثم 9 صحفيين، وكان كل شخص من هؤلاء يحضرونه لوحده في سيارة مقلقة، وقبل وصول السيارة يتم إبعاد كل من بداخل المعتقل حتى الحراس باستثناء الذين يقومون باستلام المعتقل، وذلك حتى لا نعرف هوية الذين أحضروا إلى المعتقل. يا ترى من الذي يصدر أوامر الاعتقال في الدولة؟ تتم كل الاعتقالات بأمر من الرئيس سياسة فورقي، ولا يوجد أي مسؤول يستطيع إصدار أمر الاعتقال. هلا حدثتنا عن أسماء المعتقلين
وعددهم في معتقل إيرايرو. إن أول مجموعة تم اعتقالها هي مجموعة 15، ومنهم الجنرال عقبة أبرهة والسفير السابق بألمانيا براخيل غبرسيلاسي هايلي ولدتنساي درع الذي كان وزيرا للخارجية، صالح كيكيا، الميجر جنرال برهاني غرزقهر، البرغادير جنرال استيفانوس، أستير فيسهاسيون، حامد حمد الذي كان سفيرا في المملكة العربية السعودية، جرمانو ناتي الذي كان حاكما لإقليم القاش، محمود شريفو، بطروس سلمون، ثم مجموعة أخرى ثانية مكونة من 14 فردا ومنهم الأزار كيداني ومحاري عقوب إسياس الذي كان يعمل في الإدارة، وبرهاني تسفا قرقيس الذي كان يعمل في إدارة صارونا وتسفا، والدكتور سراج الذي كان طبيبا في مستشفى حليبات بأسمرة، ومريم التي كانت تعمل في إدارة مدينة كرن، وإدريس أبعالي وفي السهاي، وشخص آخر يدعى فرعون. وهذا المجموعة لا تعرف سبب اعتقالها، إلا أن هناك من يقول أنهم من أتباع مجموعة 15. ومجموعة ثالثة مكونة من 9 صحفيين وهم في السهاي جشو، سيوم، داويت إسحاق، أمانيل، كيداني، تمسجن، ماتيوس، سعيد، يوسف محمد علي. We'll be right back.